السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية طيبة للجميع. في الفيديو السابق تكلمت على الأكل الصحي والأهمية ديالو عند الأطفال. جاتني تعاليق كتقول على أن الأطفال لما كيكونوا صغار فكيكون مقدور عليهم، ولكن لما كيكبروا كيصبح من الصعب أنهم يتقبلوا الأكل الصحي. لهذا بغيت من خلال هذا الفيديو نجاوب على هذه التعاليق، وفي نفس الوقت نبين على أنه بالفعل من الصعب أنك تتعاملي مع الطفل المراهق خصوصا من ناحية الأكل، وفي نفس الوقت نوضح على أنه دوركم كآباء هو الحرص على توجيه الطفل المراهق، لأن تركه يأكل ما يريد قد تكون له نتائج سلبية على الصحة دياله، خصوصا وأنه كيقدر يعاني من اضطرابات الأكل في هذه المرحلة العمرية. إذن لمعرفة المزيد ابقوا معي إلى آخر الفيديو للاستفادة، وكيف ما العادة إلى عجبكم المحتوى شاركوه مع الآخرين، ولكم جزيل الشكر. فسن 10 سنين إلى 18 سنة كيكون أصعب سن، فيه كتغير مفاهيم الطفل المراهق، كيصبح يفرض رأيه ويعارض الآباء بالخصوص، كيعارضهم في كل شيء، وبطبيعة الحال كيعارضهم في الأكل، فغيرفض الأكل اللي كان كياكله وهو صغير، لأنه بكل بساطة بدأ كيحس على أنه كبر، وجاء الدور ديال الآباء أنهم يسمعوا ليه ويلبوا ليه كل طلباته، في حين أن الطفل المراهق في هذه المرحلة العمرية كيبدأ النمو ديالو يتسارع، ففي ظرف 5 سنوات يقدر يتضاعف وزنه من 35 كيلو إلى 70 كيلوغرام، وهذا الوزن خصو يكون صحي ومتوازن مع الطول ديالو. ولهذا السبب بالذات خص الآباء تبقى عندهم الكلمة، لأنكم كآباء أنتما اللي كتعرفوا المصلحة ديالو، وأنتما اللي كتحبوه أكثر من أي شخص آخر، وأنتما اللي خصكم تقنعوه بالحوار وبالشرح وبالتوضيح، وتكونوا القدوة الحسنة، تاكلوا أمامه الأشياء الصحية، فهذا هو السلوك الأحسن للتربية ديالو. يقدر الطفل المراهق يستهزأ في بعض الأحيان، ولكن تيقوا بي على أن هذه الصورة غتبقى في المخيلة ديالو وغيتفكرها في يوم من الأيام. فالطفل المراهق عنده كل الأكل بحال بحال، ما كيعرفش أن هذا الأكل صحي والآخر غير صحي، المهم أنه كيحب الأكل السريع اللي كيوجد فيه اللذة والمذاق أحسن من الأكل الصحي، ولكن وفي هذه المرحلة كيكون مرحلة عمرية محتاج فيها للبناء، يعني كيبني العظام كيبني العضلات، انتم كآباء اللي كتعرفوا وليس هو. فكيف ما أن الطفل المراهق كتمنعوه من البقاء خارج المنزل إلى ساعة متأخرة من الليل خوفا عليه من كل سوء، فكذلك خص يكون عندكم موقف تجاه الأكل الخاص به، لأن حتى هذا غيجعله يؤذي نفسه وغيكون خطر على صحته. وبطبيعة الحال ما غيمكنش لك أنك تحرمي الطفل ديالك من هذه الأكلات السريعة، البطاطس المقلية، البيتزا، الهامبرغر، الشيبس والمشروبات الغازية إلى غيرها، لأن هذا مستحيل. ولكن هذا الأكل ما يكونش كياكله يوميا، وينسى الخضار والفواكه، على الأقل تكون موازنة بين الأكل الصحي والأكل الغير الصحي. فالمراهق كيتطلب الصبر وسعة الصدر، وما كيحبش أن الآباء دياله يعملوا عليه دور الشرطي، فأنتم كآباء يعني حاولوا تكونوا أذكياء أكثر منه، حاولوا تبينوا الحزم مع الليونة، فكل واحد وكيعرف كيفاش يتعامل معاه بكل حيل، لكن دائما أي رفض خاصكم تشرحوا ليه وتفهموه لماذا. خليوه هو يقترح عليكم وصفات تكون صحية ويقوم بالطبخ ديالها، علموه على أن الجسم دياله محتاج لسعرات حرارية
والبروتينات وفيتامينات واملاح معدنيه. ولكن اذا كان هو كياكل فقط الاكلات السريعه فهو كياخذ غير السعرات الحراريه وكيترك كل ما هو مفيد، شيء اللي غيعرضه للسمنه والبدانه وللامراض كامراض السكري في سن صغيره جدا. وكذلك هاد العادات اللي كتكون خاطئه كتعرضهم للانيميا خصوصا عند الفتيات مع الدوره الشهريه، كتعرضهم كذلك لنقص في الكالسيوم فكيكون عندهم ترقق في العظام. زيد على ذلك الاضطرابات ديال الاكل اللي كيعاني منها الطفل المراهق في هاد المرحله العمريه. فهاد اضطرابات الاكل عند الطفل المراهق غنتكلم عليها ولكن باختصار، منهم من انه كيشعر بنفسه انه سمين وهو ليس كذلك غير كيترى عليه، فكيبدا ياكل قليل وكيصبح نحيف جدا. وهناك من كيكون بالفعل وزنه زائد فكيعمل على تخزين الاكل حتى ياكله في الغرفه ديالو او في مكان اخر. هناك من ياكل الاكل وكيقوم بالتقيؤ ديالو، وهناك من كيبتعد على اكل اللحوم اما لانه كيبدا يكرهه او لانه كيبغي يولي يكون نباتي. وغالبا الطفل المراهق كيتخطى وجبه الفطور حتى كيبدا يحس بالجوع فيما بعد، فكيبدا ياكل الحلويات البسكويت الشيبس، شيء اللي كيجعلو كيحس بالتعب وبالشرود وكيفقد التركيز في القسم. فالطفل المراهق كتبقى مسؤوليه كبيره للاباء، خصهم ينتبهوا ليهم خصوصا في هاد الاضطرابات ديال الاكل ويستشروا مع الطبيب قبل ما يتفاقم الامر. اما بالنسبه للاشياء اللي كتكون بسيطه فالاباء يحلوها بنفسهم. فالطفل اللي كيتخطى وجبه الفطور فضروري انكم خصكم تجلسوا معاه سواء الاب او الام، تجلسوا على مائده الفطور والاكل يكون متنوع، فيه الخبز اللي هو موجود في كل بيت مع الزبده او الزيت البلديه او لا حساء ديال الشعير، البيض، الشاي، الحليب، القهوه، الماء، وفاكهه او عصير فاكهه ويكون بدون سكر. فإذا كانوا غير ثلاثة أو لا أربعة ديال العناصر من هاد المواد الغذائية فهذا غيكون ممتاز. أما إذا كان الطفل المراهق عنده وزن زائد فضروري خصك تساعديه أنه ينقص هاد الوزن، ليس فقط من أجل الصحة ديالو فحسب، ولكن لأنه كيكون حتى محرج وغير مرتاح أمام الأصدقاء ديالو خصوصا عند مزاولة أو ممارسة الرياضة. ففي هاد المرحلة العمرية فالطفل كيبغي أنه يعجب الآخرين، فكتكون ماشي سهل عليه أنه ينظر إلى الصورة ديالو في المرآة. وما تحاوليش أنك تعملي ليه ريجيم، لأن الطفل المراهق كيتحرك أكثر من الإنسان البالغ، والريجيم غيساهم في تأخر النمو ديالو وغيساهم كذلك في نقص الفيتامينات والمعادن. والريجيم إما أنه غيخليه يعزف على الأكل ولا ان الوزن ديالو غادي يزداد اكثر فاكثر وغيصبح كيعاني من السمنه المفرطه. اذا شنو هي الاشياء اللي خصك تقومي بها كأم باش تساعدي الطفل ديالك؟ اولا ما تخزنيش البسكويت والشيبس في المطبخ، بل شريهم فقط في المناسبات وما تخليش يتخطى حتى شي وجبه غذائيه. شري ليه كذلك ولا خليه يختار معاك الياغورت والفواكه المفضلة عنده. والوجبات خاصة تكون في الوقت والأكل يكون متنوع باش ما يحش بالجوع، لأنه غيبدا يأكل خارج أوقات الأكل. شجعيه على أنه يتحرك أكثر، يذهب للإعدادية مشيا ولا على درجة هوائية، وعوض أنه يصعد في المصعد من الأحسن أنه يستعمل الدرج. سجليه في نادي رياضي لأن الأكل الصحي المتنوع مع الرياضة كيزيد في طول الطفل. وحذاري انه يجلس امام التلفاز او الحاسوب انك تعطيه ياكل، فمن الاحسن ما تعطيهش ياكل حتى الى لح. اعطيه الفواكه الجافه كاللوز والزبيب والتمر والجوز وغيرها، او اعطيه فاكهه عاديه. طفلك في هذه المرحله العمريه كيكون محتاج الى الفيتامينات والمعادن، محتاج للحديد بكثره اللي كيكون موجود في اللحم والسمك، البيض، الكبد والقطاني. ومن الأحسن أنه يأكل السمك مرتين في الأسبوع لكي يكون لأنه غني بالأوميغا 3 ولأنه كذلك محتاج لفيتامين دال.
محتاج للكالسيوم اللي كيكون موجود في الحليب وفي المشتقات ديالو وموجود كذلك في السمسم، ومحتاج للالياف وللخضر وللفواكه. حتى ان الطفل ديالك اذا كان كيبغي اكل هذه الاكلات السريعه، فمن الاحسن انك تصوبيها ليه في البيت، غتكون صحيه اكثر وغتكون خاليه من كل اضافات صناعيه. كان هذا الراي ديالي، شاركته معكم فيما يخص الاكل ديال الطفل المراهق. نتمنى انه يكون كان مفيد، والى ذلك الحين اقول لكم مع السلامه، والى اللقاء في فيديو قادم ان شاء الله.